كويس، فبليز بوت ات ان يور مايند يعني. اوكي الشابتر ده بقى بيتكلم عليه، الشابتر ده بيتكلم على حاجه اسمها سوفت وير بروسيس، اللي هي ازاي ان انا اقدر اعمل سوفت وير برودكشن. هيبتدي الاول بس يشرح لك كده هو ايه اصلا الفيزز بتاعت السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، سبيسيفيكيشن ديزاين فاليديشن ايفولوشن اللي احنا نعرفهم. ويبتدي يقول لك الاربعه بروسيس دول نقدر ان احنا يا اما نشتغلهم بلان دريفن، ابقى حاطط بلان من البدايه هشتغل عليها، او انكريمنت. دول اشهر طريقتين، انكريمنتال ده يعني اشتغل بالحته او اشتغل جزء جزء يعني. من زمان من قدام الازل كانت الناس بتشتغل بحاجه اسمها الووتر فول موديل. الووتر فول موديل ده اشهر موديل بيشتغل من قدام الازل. الووتر فول موديل ده كان بلان دريفن، وفكرته ان انت تعمل ايه، تخلص تعمل الاول بلانينج، تقعد في البلانينج ده 3 شهور تطلع بيه بدوكيمنت بتقول فيه انا هعمل البروجكت ده في المده الفلانيه وهشتغل فيه فلان وفلان وفلان وفي فيزابيليتي ستادي وهدفع فلوس قد كده اند سو اون. بعدين توديه لمرحله لطيفه ظريفه اسمها اناليسس، نقعد في الاناليسس قد ايه، 6 شهور. نعمل ايه في 6 شهور؟ طلع دوكيمنت. ايه الدوكيمنت؟ ايه السوفت وير ريكويرمنت سبيسيفيكيشن، وهو بيتكون من ايه السوفت وير، وبيعمل ايه وبيسوي ايه، وكل فانكشن مكتوبه ازاي. ناخد السوفت وير سبيسيفيكيشن نوديها لمين؟ للديزاين. الديزاينر يقعد فيها قد ايه؟ 3 اشهر كمان. يطلع ايه؟ دوكيمنت. اذا حضرتك هتقعد سنه تعمل فيها ايه؟ دوكيمنت. تروح بقى بالدوكيمنت ده لعمو الكاستمر، تقول له عمو الكاستمر بص انا بقى لي سنه بشتغل في السوفت وير، خدت منك نص مليون جنيه، هسلمك ايه؟ دوكيومنتيشن. تعمل ايه بالدوكيومنتيشن؟ تستحمى بيها بقى، تبيعها فول وطعميه، تعمل بيها اللي انت عاوزه. غالبا كل البروجكتس اللي اشتغلت بالووتر فول في السمول سكيل موست بروبلي ات فيلد. والحقيقه في بدايه اواخر التسعينات وبدايه الالفينات كان عندنا كثير من البروجكتس كانت بتفيل نتيجه ان انت بتقعد سنه تشتغل على المشروع، بعدين تلاقي في الاخر ايه، انا بسلمك ايه؟ بسلمك دوكيومنت ورق. فبيجي الكاستمر بمنتهى البساطه يقول لك ايه، بس احنا ما اتفقناش على دي، اصل انا عاوز اغير الريكويرمنت، اصل حصل بيزنس تشينج، اصل مش عارف ايه. فتقوم ايه لف وارجع تاني واستنى 9 اشهر تاني. فطبعا الموضوع ده في البرودكشن صعب جدا يعني. كويس، الشاب اللي ماسك الموبايل عندك ايليينز عاوز تكلمهم تعمل ايه؟ مش بشكل يعني. اوكي، الديفلوبمنت ظهر في اواخر التسعينات وكان الكونسبت بتاعه واضح وصريح، سلم البروجكت حاجه شغاله as early as possible. كل ما ده هيحصل كل ما بقى بالتالي الكاستمر هيبقى مبسوط، الكاستمر هيدي لك فيدباك، هتعدل and you will adapt change. و as far as you are adapting change و accepting change everybody is happy. خلاص، خلي بقى المعلومتين دول في دماغك. ظهر حاجة تالتة اسمها reuse oriented، ظهرت مع ظهور اللايبريز الكتير اللي ظهرت في software production. فبقى عندنا حاجة لطيفة اسمها reuse oriented، واشهر example عن reuse oriented البوتستراب. مش انت اتعلمت HTML في الاول وبعد شويه قال لك لا ده بقى في حاجه اسمها بوتستراب اسرع وافضل وبتطلع على شكل والوان ومش عارف ايه، فدي اسهل. فالبوتستراب از وان اوف ذا اكزامبلز اوف ري يوز اورينتد. لما تكبر شويه هتلاقي في عندك هنا بقى ايه حاجات كتير قوي، ايش بقى لارافيل وايش مش عارف زند وديجانجو وفلاسك، هتلاقي بلاوي يعني. خلاص، فابتدى يظهر كونسبت ديفلوبمنت ويز ريوز، استخدم ريوز اورينتد. واشهر اكزامبل في سي بلس بلس هاش انكلود. مش انت في اول سطرين في سي بلس بلس هاش انكلود اي او ستريم عشان تعمل مع الفايلز؟ تخيل حياتك قبل الاي او ستريم هتبقى ايه؟ جحيم يعني. لو انت ما عندكش حاجه اسمها اي او ستريم انت كنت هتقعد بقى تكتب كل سنتوفه بتتعامل مع الفايلز وكل سنتوفه بتتعامل مع السكرين وحياتك هتبقى جحيم يعني. فاليوزر اورينتد سهل علينا حاجات كتير جدا. طيب تعال نبص على الووتر فول. الناس اللي قاعده اونلاين تسمعني الاول؟ تمام يا دكتور. اوكي، في اليوزر اورينتد الرسمه دي اشهر رسمه لليوزر اورينتد. الرسمه دي بتقول لنا ان احنا بنبتدي بريكويرمنت ديفينيشن، نعمل سوفت وير ديزاين، نعمل امبلمنتيشن، انتجريت، وبعد كده نطلع الاوبريشن الاوبريتد سيستم بتاعنا. طيب الاوتبوت، اسف، اول اثنين الاوتبوت بتاعهم دوكيومنتيشن وقبلهم كمان البلاننج، يعني ما بتطلعش برودكت اصلا. كويس، كل اللي انت بتطلعه شويه ورق. خلاص، بعد كده تبتدي تطلع بقى امبلمنتيشن. بس الامبلمنتيشن تاسك دي في معظم الووتر فول سيستمز ممكن تبتدي من 6 شهور، بدايه من 6 شهور الى سنه سنتين براحتك بقى.
كويس. طيب وبالتالي لو حصل change of requirement يعني في نص الفيز حصل change of requirement ده ممنوع، لان خلاص التيم كله، التيم ده ممكن يبقى 50 60 نفر مثلا، ممكن يبقوا الافات، ابتدى يشتغل، فما ينفعش نشينج ريكويرمنتس. خلاص تشينج اوف ريكويرمنت بعد ما تخلص الفيز تلف وتبتدي من اول وجديد. طب هي واحد منكم يقول لي لا طب ما هو واضح بقى كده ان الووتر فول موديل ده مش حاجه حلوه يعني. طيب تعال نقرا الاول مع بعض. The main drawback of a waterfall model is difficulty to accommodate change after the process is underway. يعني لو انت البروسيس ابتدت ما اقدرش اعمل change، يعني ابتديت تعمل development خلاص ما ينفعش تعمل change. change ده مع اول planning من اول طيب ده المين drawback. لكن هصدمك بقى، لغايه 2021 ما زال في سوفت وير بيتعمل waterfall. يعني معنى كده ان الموضوع مش وحش بقى زي ما انت قلت لنا، هو ليه مساوئ، لكن في بعض السيستمز ما بينفعش معاها غير الووتر فول. السيستمز دي ريكويرمنت سيستم، هنا المقصود بيها اي سيستم ريكويرمنت، يعني هو اصلا مو بزنس ريكويرمنت. قال لك سيستم اي كتاب تيوشن يعني لائحه، ليه قانون، النوع ده بيتسمى software with a stable business requirement. يعني مثلا قوانين انشاء البنوك هي قوانين اسست من 1800 وحاجه وما ينفعش يتغير فيها. ما ينفعش تقول ايه هنشئ بنك بس مش هيبقى عندي تيلر، او هنشئ بنك ومش هيبقى عندي حاجه اسمها رقم حساب، او هنشئ بنك مثلا ومش هيبقى فيه اقراض. لا، هو كل البنوك كبير كده، هو اللي لمم القصه بتاعت البنوك دي بكل البيزنس بارامترز بتاعتها. المطارات شرح ما ينفعش مثلا تقول ايه هنعمل انكريمنت الاول الطياره نجرب تنزل عن ران واي وبعد كده الانكريمنت اللي بعدها نشوف هتطلع ولا لا. مفيش حاجه اسمها كده، لازم من البدايه تبقى كل الدنيا ايه قانون انشاء المطارات، قانون انشاء المستشفيات. هاو اباوت يونيفرسيتي؟ ينفع مع ما ينفعش صح؟ ينفع؟ ما ينفعش. ها؟ مختلف عن الثانية؟ أكيد. طب هو أصلاً في قانون لإنشاء الجامعات؟ قانون سنة 79، شوف من سنة 72 القانون ده منشأ. القانون ده في كل صغيرة وكبيرة من اول عضو هيئه التدريس لغايه الاستودنت، تاخد الاف ام غش يتعمل لك فيه ايه مش عارف امتى. انا عاوز اصدمك ان انت دي كليه انت هاند بوك النهارده كده بتاع الجامعه، خش على فاكولتي سي اس طيب ظريف قوي هاند بوك ده رايح فهتلاقي امتى تاخد دروب سيونت هاند بوك، دول ليهم كتب. الووتر فول كل سكيل سيستم بينفع معاها صاحبنا ده. ايه بقى مشكلته؟ مشكلته ان انت بيبقى فيري ديفيكلت ان انت تعمل بارتيشننج للسيستم بتاعك، ولو حصل تشينج لو بيبقى صعب قوي ان انت
to cope مع موضوع change of requirements. وهنا ابتدى يقول لك معلومه ظريفه قوي, few business systems have a stable requirement. يعني لو انا جيت قلت لك عاوز اعمل سيستم للصيدليه, لا بقى ده انت الصيدليه دي بقى كل واحد هيعملها بمزاجه. والله لا انا عاوز ادور بالجينيريك نيم, واحد يقول لك بالتريد نيم, واحد باسم الدواء, واحد بالكمباني بتاعت الدواء, واحد بالالترناتيف بتاع الدواء, كل واحد مزاجه مش كده. فبالتالي هنا حط لك قاعده مهمه قوي ان مش كل البيزنس ستيبل. ووتر فول موديل موستلي يوز فور لارج سيستم, ودي كلها اتبنت في الثمانينات والتسعينات وما زالت شغاله لغايه يومنا هذا. لكن يعني لو السيستم بيتغير الريكويرمنتس بتاعته كتير غالبا بيفشل فشل ذريع يعني. طيب النوع الثاني بنسميه الانكريمنتال موديل, وده الديفولت اللي كل الناس حاليا غالبا بتستخدمه, يعني الاسم الدلع بتاعه اللي انتوا اجايل ديفلوبمنت. كويس, ده الاسم الفريندلي. الراجل اللي قاعد ورا خالص انتوا شايفين؟ شايفين حلو, ممكن تقرا ده. ما شاء الله ما شاء الله, فيري نايس. الراجل اللي قاعد ده انت عارف تقرا اصلا؟ الراجل ده انا واقف هنا مش عارف اقرا. وانتوا ليه قاعدين بعيد كده؟ سوشيال ديستانس يعني ولا ايه؟ ها ليه الراجل ده فيه قدام هنا مكانين اهو, يعني لوج وقاعد على البحر وحاجه جميله ومد رجلك بس ورا وشايف, وانا اطمنت ان انت شايف. خلاص everybody is happy. اوكي, فكره الانكريمنتال ان انت عندك سبيسيفيكيشن ديفلوبمنت وايفولوشن او فاليديشن, ودول بيشتغلوا ان انكريمنت. تبتدي الاول تطلع انيشال سيستم, وبعدين تعمل نفس البروسيس دي مره ثانيه, تطلع انترميديت فيرجن, تعمل نفس البروسيس دي مره ثانيه, تطلع الفاينل فيرجن. كوميرشال سبيكينج يعني الكلام ده ممكن يوصل لغايه 12 فيرجن, او في بعض الاحيان ممكن يوصل لارقام اكبر من كده حسب طبيعه البروجكت. كويس, حضراتكم في البروجكت بتاعه الماده دي هتبقوا شغالين بالموديل ده اللي هو الموديل اللي بيشتغل على انكريمنتس, عشان كده انتوا عندكم فيز 1 وفيز 2. فيز 1 تسلم حاجات, فيز 2 تسلم حاجه ثانيه. طيب ايه الميزه بقى بتاعه الانكريمنتال؟ نمبر 1 تشينج. احنا بنأكوموديت تشينجينج كاستمر ريكويرمنتس. احنا وي نو فروم ذا بيجينينج ذات ذا كاستمر ريكويرمنت, سو وي ار ادابتينج ذيس انفورميشن. احنا بناخد دي قاعده مطلقه, الكاستمر هيغير الريكويرمنتس بتاعته سونر اور ليتر, سو ذيس مينز انا لازم اعمل حسابي من البدايه هيحصل تشينج اوف ريكويرمنت. اتس ايزير تو جيت كاستمر فيدباك on the development work that has been done. انا بيبقى سهل عليا قوي ان انا كل شويه بوري الكاستمر حته فيديني عليها فيدباك, فاعمل حته ثانيه فيديني عليها فيدباك, فاحسن من نفسي, وفي الاخر نقدر ان احنا نسلم الكاستمر الحاجه فعلا اللي هو عاوزها. هو ساعه كام؟ يا نهار ابيض, يا ريت يا جماعه بعد كده حاجه ما تاخروش قوي كده, يعني ده قد قوي الموضوع. anyway وكمان حاجه مهمه قوي, كاستمر جين فاليو فروم ذا سوفت. كاستمر هيستعمل سوفت وير في البدايه, كل ما هيبتدي الريكويرمنتس بتاعته تبقى اوضح وتبقى على ارض الواقع فعلا, ما تبقاش تخيلات. ايه بقى المشاكل بتاعت كل حاجه اللي هي سي الواضحه وصريحه ووتر فول هي للنهايه, وهعمل كل هتسلم ازاي؟ شايف البروسيس كلها من اولها لاخرها, كل شويه بتسلم ايه, حته تسلم حته, الدنيا انت شايفها. ف effective to produce documents that reflect every version of the system. رهيب. الثانية بقى اقراها, اي جملة system structure tends to the new what
مع بعض. انا هكتب كود قدام دخلتهم صح. and password equal equal 123. واحد من حضراتكم كتب كود ده، احنا ما عملناش حاجه، كتبنا if use equal 123 او add. حلو، في اول increment رحت قعدت مع الكاستمر فقلت له ايه، بص بقى السوفت وير بتاعي ده هتدخل اي عمو انا تفكر اه صحيح طبيعي what you are going to do. اليوزر يدخل فيه كده تكست 2 وبعد كده هتقوم جاي كاتب هنا if وتيجي هنا تقول بدل لك ايه؟ على حتى وانا تقوم جاي هنا تقولي لود يوزر نيم اسمه فايل 1.يوزر نيم وفايل 1.باسورد مثلا، حاجه يعني بالمنظر ده، طبعا مش لازم يعني اللي انا كاتبه ده يبقى صحيح 100%. طب انت ملاحظ حاجه مع كل انكريمنت ايه اللي بيحصل؟ انت عمال بترقع في الكود بتاعك علشان تماتش الكاستمر نيدز مش كده؟ بص بقى في الانكريمنت الرابعه الكاستمر هيبهرك، هيقول لك ايه؟ ايه ده؟ اليوزر نيم هحطه كده في تكست فايل واي عابر سبيل يقدر يقرا اليوزر نيم والباسورد؟ لا طبعا مش هينفع طبعا، انت راجل بقى جاي يقول له ايه؟ لا ما احنا هنعمل انكريبشن فيرجن 5 نروح ناخد نفس الكلام ده بس نزود قبليه ايه؟ سطرين مش كده؟ اللي هو ايه؟ عاوزين نخفي اليوزر نيم والباسورد ما يبقوش محطوطين تكست كده، فقام جاي هنا عامل ايه؟ هايد the username and password function. هنعمل واحدة اسمها encrypt وواحدة بنت عمها اسمها decrypt وبعدين تروح تسلم الكاستمر
لك ايه؟ ايه ده؟ هو لو انا يوزر نيم ادمن المفروض اشوف حاجات، ولو انا يوزر نيم تيتشر اشوف حاجات، ولو انا يوزر نيم بيشنت اشوف حاجات، لو انا جيست اشوف حاجات. لا لا لا، هتقعد بقى رايح جاي قد ايه؟ هتفضل رايح جاي كتير لغايه لما هتيجي عليك مرحله هتقوم جاي عامل كنترول ايه؟ ديليت. الكود ده ما ينفعش اني مور. ليه؟ بيكوز تنز with new increments. كل ما بتزود increment انت عمال ترقع في الكود بتاعك، عمال تحط حاجات، تحط components، والcomponents دي مرة في التانية في التالتة هي عمالة بتتشكل علشان الفانكشناليتي، بس في مرة منهم هتضرب الدنيا كلها. زي المرة الأخيرة دي اللي هو قالك فيها طب user name بقى وpassword equal كذا أو user type is كذا، خلاص الدنيا كلها بالنسبة لك ضاعت. أوكي؟ إذن مهم جدا إن أنت تبقى فاهم كويس قوي ان موضوع السيستم ستراكشر تينز تو ديجريد ده هو مش نظري، لا ده هو حقيقه ارض واقع، يعني ده فعلا بيحصل. ومع احنا كل ده في اللوجن سكرين، بالك بقى لو احنا بنتكلم على سكرين او فورما عنيفه شويه زي مثلا كانسل ابوينتمنت، كانسل ريجستريشن، الفورمز دي بحر، تلاقي الكود اللي مكتوب وراها تقعد بقى تجري 200 300 لاين اوف كود، ما انتش فاهم اصلا اولهم فين في اخرهم فين وتعدل فين. This means system structure is going to degrade unless you spend the time and the money to refactor. كل ما اشوف حاجه بايظه في الكود ارجع اصلحها، كل ما اشوف حاجه بايظه في الكود ارجع اصلحها. فلو انت ابتديت تعمل الاكسرسايز ده مره في الثانيه في الثالثه، بعد كده السوفت وير بتاعك ابتدى يقف على رجله تاني مره اخرى. هاويفر، واسمع بقى الكلمتين دول، a good system analyst from the beginning knew that there is going to be change. So if he designed his system from the early beginning considering there is a change, so he will not need to spend a lot of time and money. وهو ده اللي بيفرق بقى تاني. في analyst ممكن يعورك، يعور المشروع كله من اوله لاخره، وعشان كده احنا بنقول دايما غلطه السيستم اناليست كارثه، ممكن تهد المشروع كله. غلطه الديفلوبر متداركه، عند ديفلوبر نسي يعمل فاليديشن بتاع سهله بيس، يعني ممكن نعملها في 5 دقائق، لكن سيستم اناليست يغلط المشروع كله باظ. طيب النوع الثالث بنسميه سوفت وير انجينيرنج، وفي اليوز اورينتد احنا بنبتدي يبقى عندنا كومبوننتس جاهزه، الكومبوننتس دي نعمل عليها شويه اناليسيس، نفهم اولها من اخرها فين، فنبتدي بناء عليها نحدد السيستم الجديد. انا او اليوز اورينتد بيبتدي دايما ببروسيس محترمه جدا، ان انت تبتدي تعمل كومبوننت اناليسيس، ريكويرمنت موديفيكيشن، تعمل ديزاين ويز ريوز، تديفلوب وتعمل انتجريشن. لازم يعني منطقي، انا فطبيعي جدا ومنطقي ان انا لازم افهم البوت ستراب ده ايه الفانكشناليتيز بتاعته، لازم اعمل ريكويرمنت موديفيكيشن بيزد على ان انا عارف الخلفيه ان انا عندي حاجه اسمها بوت ستراب، هديزاين ويز ريوز وبعدين اديفلوب بالكومبوننت ده. بيبقى شكله عامل ازاي؟ هنا عاوز اقف شويه عند اليوزر اورينتد. اليوزر اورينتد لوحده كده از ا سوفت وير بروسيس صعب قوي تلاقي ابلكيشن مبنيه من اولها لاخرها باليوز اورينتد الا قلائل. قلائل دول اللي هم ايه؟ مثلا في كانسر ديتكشن، عاوز تعرف مثلا برين كانسر ديتكشن، برين تيومرز، عاوز تعرف فين، فبتبتدي تستخدم اليوز اورينتد لايف. يعني مثلا بتقول باي وجا اسمها كذا ولا برك برك وانس. نادرا طبيعه البروجكتس اللي من النوعيه دي نادرا ما بتشوفها في الماركت، لكن بلس فين بقى؟ ويب ديفلوبمنت، موبايل ديفلوبمنت، كل العيله بتاعه الويب والموبايل شغاله انكريمنتال بلس ريوز اورينتد. الديفولت انكريمنت بس عشان تسهل الديفلوبمنت اند سو اون، فممكن ساعات تستخدم ريوز اورينتد. طيب هيبتدي بقى يمسك هنا
كل مرحله من المراحل السوفت وير لايف سايكل ويتكلم عنها كده ايه سريعا. هي يقول لك مثلا في ريكويرمنت انجينيرنج بتحتاج تعمل حاجه اسمها فيزابيليتي ستادي. فيزابيليتي ستادي اللي هي انتوا عندكم دوكيمنت خدتوه في اللاب اسمه بروجكت شارتنج صح. بمناسبه اللاب باي ذا واي يعني امبارح كنت بحضر اللاب مع رغده. I'm going this semester I'm going to follow the lab in depth. فهتلاقوني ناطط في كل لاب بشوف بقى مين اللي حاضر اونلاين ومين اللي حضورك اللاب في الكورس ده تحديدا is very 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 important. قول لي لا استنى انا هبقى قاعد بالشورت في البيت. لا 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 حضورك اللاب تحديدا is very important كويس. And I'm going to follow up. امبارح لقيت ثلاثة بس هم اللي حاضرين فيزيكالي والباقي قاعد اونلاين و this is not acceptable by any means يعني كويس. يس طب ما ماشي حضرت اونلاين حضورك حتى اونلاين كويس بس احنا امبارح عندنا ثلاثه قاعدين اون كامبس. احضر في ميعادك احضر في ميعادك ونسق مع المعيد او لا والله انا عندي بقى مواعيد عندي بيزنس عندي مش عارف ايه بشتغل اوبر درايفر بالليل ما ليش فيها يعني. انت تقعد مع رغده يا مؤمن انا عندي ظروف هحضر هعكس هعمل بتاع شكل بيس يعني كل واحد بيبقى له بقى دماغ يعني في الحته دي. بس المهم تحضر اللاب يعني انا يهمني في الاخر تحضره. الافضل تحضره فيزيكالي في ميعادك مش عارف احضر يا عم اونلاين مفيش مشكله بس المهم تحضر. This is very important. طيب الفيزيبيليتي ستادي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها حاجه اسمها شارتنج. امتى اقول ان البروجكت ده يتعمل او ما يتعملش؟ دي بيخش بقى فيها كوست بيخش فيها ريسورسز زي مثلا اجي كده الاستاذ نور اقول له ايه يا نور احنا عاوزينك تعمل لنا سيستم لمستشفى سلمه لي بكره الصبح. طبعا نقول يوم جاي يقول لي انت جاي تهزر معايا ولا انت عاوز تعمل ايه. او مثلا اجي للراجل ده اسمك ايه نور برضو عمر اوكي اروح لعمر اقول له لا بص عمر مش معيش غير 100 جنيه بس. طبعا عمر يقول لي ايه ده كده حلوه جبرت مش كده اكيد طبعا مش هتعمله 100 جنيه. او اقول لك هتعمله لوحدك وهتسلمه في خلال اسبوع يعني هيومن ريسورسز دول اللي حواليهم يعني. في بعض الاحيان بيبقى عندنا تكنيكال تشالنجز كويس. تكنيكال تشالنجز دي زي ايه؟ زي الراجل اللي قاعد ورا ده بيقول لزميله حاجه فيري امبورتنت رايت. انا سمعتها تعرف تقولها؟ بليز لو عندكم حاجه فيري امبورتنت اوتسايد اوكي. في الحته دي بتاعت الفيزابيليتي ستادي ده ممكن بعدها تفتكر في سنه من السنين ظريف لطيف كده قال لنا ايه عاوزين نعمل درون ويطلع ويصور بتاع وبعدين ايه تكنيكال بروبلم الدرونز ممنوع تشتغل حط كاميرا ثيرمال تجيب مش عارف ب $2000 بروبلم. دي بيحصل فيها بارامترز كتير يعني السره تاخد قرار اعمل السوفت وير ده ولا لا. حاجه اسمها ريكويرمنت اللي دي بقى بتطلع المين ريكويرمنت تطلع السبيسيفيكيشن التفاصيل بتاعتها بعدين تتاكد ان از فاليد وفعلا هو ده اللي الكاستمر. الرسمه دي بتوري لك يعني فلو موضوع الريكويرمنت اناليسيس. احنا هيبقى الكورس بتاع الكورس ده الحته دي نطلع السيستم بتاعنا ريكويرمنت سبيسيفيكيشن دوكيومنت نعلمه اثناء الدراسه يعني الديزاين او الديزاين بيس ديزاين واليوز ديزاين اند سو اون. دي اللي ممكن تعملها جوه الديزاين بروسيس بتاعتك. من اهم في الديزاين هي اركيتكتشر. سو وات از ان اركيتكتشر ديزاين؟ software architecture اوكي. architecture design هي شجره كبيره من مجموعه activities او diagrams لازم تعملها عشان تعرف تطلع software. ابسطها ان انت يبقى عندك هاردوير يعني انت هتشغل السوفتوير ده هتشغله في السماء هتشغله على هاردوير. الهاردوير ده عندك في بيتك اون بريمسز يعني ولا هتشتغل على حاجه اون كلاود ده بنسميه architecture. الاركتكشر ده بقى في بحور سوفت وير ده لوحده يعني ان شاء الله لما تطلعوا السنه الجايه او اس سي لو حد منكم نجا من الكود تقابل بقى في الحته بتاعت الاو اس سي بقى نقعد بقى نتكلم في الاركتكشر ده
عندنا انترفيس كومبوننت داتابيز. داتابيز از فيري النهارده في اخر الليكشر كويس يعني لك لان هو ده اللي database specification and so on. هنا بتبتدي تعمل حاجه هو التستنج وكده ان هو ده فعلا الكاستمر عاوزه. بس هنا ابتدى يقول لك التستنج ده متقسم topics component system acceptance. كويس، يا ترى ايه الفرق بين الثلاثه دول؟ شفت لك انا وده انا قايل لك من لو هتنام انا عارف component testing ممكن الحاجات الاقل. اوكي نو 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 هنا development good نمبر 1 تتاكد ان الكلاس بتاعك اللي انت كتبته شغال which is called component unit testing. يعني مش احنا المره اللي فاتت كتبنا كلاس اسمه محارب باين هيرو فرحت في المين استعملته وقمت منادي على الفانكشن 1 وفانكشن 2 وفانكشن 3 وفانكشن 4 ده بنسميه كومبوننت تيست. جيت حطيت محارب وهيرو وسولجر ركبتهم مع بعض ده اسمه سيستم تيستنج وخليتهم يكلموا بعض. نمبر 3 رحت عملت ديبلويمنت يعني رحت سلمت الكاستمر والكاستمر ابتدى يجرب الداتا بتاعته ذيس از كولد اكسبتنس سيستم. الثلاثه دول فاونديشن يعني التيستنج ده طبعا برضو بحر كبير لكن الثلاثه في الموضوع ده. ده شكل الشجره الكبيره بتاعت التستنج بلان. بقى انت تعمل ريكويرمنت سيرتيفيكيشن فتعمل حاجه اسمها اكسبت تيست بلان. امتى تقول ان السوفت وير بتاعك بوت وشغال كويس تنتجريت تعمل سب سيستم انتجريشن تطلع الريزلتس بتاعت سب سيستم انتجريشن تيست وفي الاخر تعمل اكسبتنت تيست. يعني بتركب الثلاثه دول على المراحل بتاعت الديفلوبمنت بتاعتك. بعد كده بيحصل حاجه اسمها سوفت وير evolution. software evolution means maintenance means changing of requirements. لا يعني كل اللي انا عملته ده في الاخر نهايته ان السوفت وير هيتغير لن نختلف على ذلك. كويس، انت متاكد من دي زيرو ان في بعد ما تطلع السوفت وير هيحصل change of requirements ده بنسميه evolution. وغالبا الايفولوشن بيبقى فيه شويه اكتيفيتيز كده زي انت تاسس الاكزيستنج سيستم تبروبوز تشينج تعمل موديفيكيشن للتشينج دي. وهنا بقى ابتدى يروح لحته ظريفه قوي واي وي شود تشينج ا سوفت وير. ليه يعني انا عمال اكرر طول الليكشر السوفت وير هيتغير السوفت وير هيتغير واي اتس جوينج تو تشينج؟ ايوه اتفضل. انت قريتها ولا ايه؟ اول واحده فعلا ان تشينج نتيجه ان الناس اختلف مثلاً 10 سنين اتفاقية مع جرينتش ولا أي حاجة بقى عندنا اتفاقية هنا نعمل كان عندك سوفت وير بيعمل فنتيجة البيزنس اتغيرت تعمل حاجة الفيتشر رقم 11 فتحط الفيتشر دي. يس needs بتاعت اليوزر. اوكي نيو تكنولوجي اوبن بوسيبيليتي ظهر تكنولوجي جديده. في التكنولوجي الجديده دي زي البوت ستراب مثلا حاجه من الحاجات في السوفت وير اندستري الداتا ساينس ولا داتا اناليس تكنولوجيز فتحت لي ايرا جديده عاوز اشتغل فيها فتبتدي تخليني اعمل تشينج. طيب من بالظبط 3 سنين كانت كل الشركات في مصر انها بتشتغل كلاسيكال اللي هو انت بتجيب شويه داتا تحتفظ بالداتا تقعد تلعب بيها كده تتفرج عليها اند سون لغايه ما ظهر ترم لطيف قوي اسمه داتا اناليست. مثلا عندي حاجه زي هايبر وان كارفور مش عارف ايه ازاي ان انا اقدر اساعده ان هو يتنبأ بالمبيعات بتاعه فيبتدي مثلا يبروفايد مثلا كميه معينه من الاكل في رمضان علشان عارف ان هيحصل ديماند عليها. فالنوعيه دي من السيستمز ده بنسميه يعني ابتدى يبقى فيه بزنس ريكويرمنت ان احنا عاوزين يبقى فيه عندنا فانكشن جديده ما كناش بنفكر فيها.
طب هنمبلمنتها ازاي؟ والله احنا كنا شغالين بتكنولوجيز قديمه محتاجين نطور نفسنا. طيب ممكن البلاتفورم نفسه، والله انا كنت شغال ببروجرامنج لانجوج قديمه جدا اي اس بي كلاسيك، هقلب لاي اس بي دوت نت ولا هقلب لبي اتش بي ولا اقرا بقى الجمله دي one more time. change leads to rework so change include both rework reanalysis requirement as well as new functionality. اذا موضوع التشينج ده مش موضوع سهل بقى خالص، ده موضوع ده شكله كده الجمله دي وراها حاجات كتير قوي. بتاعكم قبل ما يزحف علينا يعني. اوكي ممكن نجرب نعمل سكان للكيو ار كود. الناس اللي قاعده اونلاين ممكن تعملوا سكان للكيو ار كود؟ تمام. دكتور هو بيقول نو فاليد ستيتس. نوت فاليد يا دكتور. حد طلع نفس الايرور؟ لا دكتور نفس الايرور بتاع اخر مره. ممكن نجرب تاني كده؟ ممكن حد سريع يشتغل ولا لا؟ اشتغل يا دكتور خلاص كده. والله العظيم انت راجل تمام كده. الله الله الفتحات دي. دكتور هو الليكشرز اللي فاتت كلها ما خدناش اتندنس صح؟ عادي 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 مفيش مشاكل. اوكي يا عم ماشي. انت مالك ما حسستش ان انت ندمان ليه؟ ولا بس في بروفيشن بس، فانت ما دام هتحضر اللي جاي خلاص. لكن لو انت ناوي بقى ان انت ما تحضرش اللي جاي قول لي. عظيم. طيب اوكي لسه. طب ممكن الناس اللي لسه ما عملتش سكان للكيو ار كود ممكن تاخد الرقم اللي هو فوق 49 في جي بي اف ده تكتبه في ورقه وبعدين بدخله يعني براحتك بقى يعني عشان ننجز يعني. اوكي طيب خلاص. اوكي طيب هنا بقى ابتدى ينبهنا لحاجه مهمه قوي، قال لنا ان احنا محتاجين نريديوس الكوست اوف تشينج. طيب خلينا الاول نطلع كده لحته اصيله شويه. هعمل معاكم دلوقتي اكسرسايز فيري انترستنج اكسرسايز، بس محتاج حاجه تبقى كده ينفقفق معايا كده ودماغك مصحصحه. هنروح نفتح كود بتاع واحد هندي كويس. هندي ما هنشوف دلوقتي العجب كويس. الراجل ده كان اسمه management system او personnel management system. السيستم دي فيري كلاسيكال سيستم، ما بتمونيتور بيها بقى الامبلويز بتوعك وكم واحد خد السالري وهو قاعد في انهي ديبارتمنت ومش عارف ايه. السيستم ده هو اوبن سورس مرمي على الجيت هاب. فالمهم يعني انا جبت السورس ده وحبيت ان انا يعني ايه نشوف كده هو ايه موضوع reducing cost change، يعني
وانا لما هريديوس او الكوست اوف تشينج ده شكله عامل ازاي. تعال نفتح مع بعض كده فايل. فايل ده اسمه department.php. انا عارف طبعا انت راجل ايه يعني على قدك في البي اتش بي واصلا غالبا مش فاهم قوي يعني وايه البي اتش بي ده، بس خليني اسالك شويه اسئله. السؤال الاول، كود دي بي اتش بي ايه اسكل الحته اللي انا معلم عليها دي؟ اسكل يا راجل، سيلكت اسكت بتاعه ده دكتور عمرو يزعل منك قوي لو قلت له دي سي اس اس. سيلكت اسكت فروم ديبارتمنت ده ايه؟ ده كويري صح؟ اسكل. طب والحته اللي قبلها اللي هي حته دولار ساين اي ووايل ده اتش بي؟ يبقى الفايل ده في كام بروجرامنج لانجويج سو فار؟ في اتش تي ام ال، في اس كيو ال، وفي بي اتش بي. بس كده؟ لا، تعال ننزل شويه تحت هنلاقي الكود ده ده جافا سكريبت الكود ده جافا سكريبت مش كده؟ او جي كويري حلو. بقى الفايل ده فيه كام نوع من انواع البروجرامنج لانجويج؟ في اتش تي ام ال، في جافا سكريبت، في اس كيو ال، في بي اتش بي. Now let's الراجل الديفلوبر الجميل اللطيف ده حاطط هنا كده، لو بصيت كده على اللاين اللي واقف عليه، انا مش عاوز طبعا تبقى فاهم كل الكود يعني، بس هستريس كده هقف عند النقطه اللي انا عاوزها. وقام جاي كاتب كده ايه، اد نيو ديبارتمنت. دي اللينك اللي انا واقف عليها دي، كلمه اد نيو ديبارتمنت، وانا كتيبيكال كاستمر اي وود لايك تو تشينج. يعني مثلا لا والله انا عاوز اخليها مثلا انسرت ديبارتمنت، هعمل ايه؟ عادي جدا بمنتهى البلاهه اهو، قام جاي واقف كده واجي هنا على الحته دي واقوم جاي كاتب كده insert new department. انا كده خلصت؟ خلاص لا. ليه؟ عشان لان وعملت تعديل في الجافا، بس لازم تعمل عليه تيستنج من اوله لاخره. اللي انت كتبته ده ما ضربلكش حاجه تانية. على سبيل المثال لو انا مثلا حطيت هنا دبل كوت، الكود ده كله باص مش كده؟ فلازم تعمل تيستنج من اوله لاخره. طب لو حطيت سنجل كوت شرحه، طب لو حطيت نقطه ولا مش عارف ايه، ايا كان اللي انت هتكتبه هنا لازم تعمل عليه تيستنج. طب والتستنج هنا تمنه ايه؟ الراجل تيستر ايه؟ خارق مش كده؟ ليه؟ انت عاوز واحد يكون فاهم HTML وجافا سكريبت واس كيو ال وبي اتش بي، الاربعه مع بعض مش كده؟ لانه هيتست كود في اس كيو ال وهيتست كود في هتست في جافا. انت محتاج تيست غالي جدا. انت بتعمله هو تعديل يبدو. طيب ده بقى هيؤدي الى ايه؟ بما ان انت عارف من البدايه خالص ان فالجماعه بتوع السيستم اناليسز والسوفت وير انجينيرنج من بدري خالص بقى قال لك قاعده ظريفه قوي. تعال نفهم مع بعض القاعده دي، والقاعده دي لو سمحت خليها خليها لازقه في دماغك. القاعدة دي ترجمتها change. القاعدة دي بتقول لنا ايه؟ دول ايه؟ دبل كوتس. بتقول لنا ايه؟ ever write your code the double code. وش انت بت اعرف at some time in the future will change ده جدا. انا ازاي انا فعلا ممكن اكتب كود من غير ما احط اي double quotes في
Yes, you can do it. Of effort. Whenever change happens, you need to open your code. الحل لل للفكرة دي عشان تبقى انت فاهم يعني ده مش كلام يعني ان انت لو كنت وكانت الجملة اللي كود اللي اسمها are to delete this department لو كنت خدت text file وكنت هنا بتلوي الجملة دي لما كان هيحصل change of requirement كنت ولا حطتش text file ولو غيرت في text file هل انت محتاج تعمل testing؟ لا طبعا خلاص الكود بتاعي زي ما هو اتعمل مره واحده مش هرجع له تاني تمام سو وان اوف ذا مين فاونديشنز اللي انت لازم قوي اول خطوه لازم تبقى واضحه جدا في دماغك الشينج تمنه صعب جدا ولو كود اتكتب وحاولت تعمل له تشينج بعد مرور الوقت هتدفع تمن كتير جدا اكتر من تمن الديفلوبمنت بتاعه اوضح لك الموضوع بالارقام الفورم اللي انت شايفها قدامك بتاعت الراجل الهندي ده لو انت كده بتعمل لها يعني لو انا فاهم بي اتش بي وعارف الفورم دي بتعمل ايه الفورم دي مثلا في الماركت ممكن يكون ثمنها مثلا 200 جنيه اولموست يعني كويس يعني مثلا في الحته دي الكوست بقى بتاع التستنج بتاعها ممكن يوصل الفورم دي ل $10 ضعف الثمن بتاعها ليه لان انت محتاج ديفلوبر سوبر هيرو لان بيبقى عارف حاجات كتير طيب مش بس كده تعال بقى اقول لك على تيبيكال اكزامبل للحته بتاعه ريديوسينج الكوست اوف تشينج دي ان هنا بيقول لك بقى البدايه عارف ان هيبقى في عندك تشينج مستقبلي سو يو هاف تو تراي وهو دي بقى السوفت وير ديزاينر او اناليست اللي هيفرقك عن اي حد تاني في الماركت هي الاجزاء انت عارف من البدايه ان هيبقى في تشينج فلازم تاخد اجراءات مسبقه علشان تتفادى موضوع تشينج توليرنس فبالتالي ما يحصلش عندك بيج اماونت اوف تشينج يعني في الكود بتاعك اشهر اكزامبل على الحته دي هي اليوزر تايبس في بعض الاحيان بتحتاج ان انت تكتب كود مشابه للكود اللي انا هكتبه ده if user type equal equal admin اعمل حاجة معينة if user type equal equal manager رجعنا تاني if user كذا if user type equal كذا اعمل كذا وبالتالي لما بتيجي تكتب سطرين الكود دول بتبقى انت متأكد وانت بتكتبهم ان هتغيرهم في يوم من الايام ايزر هيظهر رول جديد فيجي لك هنا if statement جديدة if user type بتساوي accountant تفتح الكود ده وتكتب السطرين دول أو إن واحد كان اسمه admin ظهر عنده privilege جديدة أو ظهر عنده خاصية جديدة فبرضه هتفتح الكود ده علشان تعدل الكود بتاعك طب إحنا بقى فعليا بنعمل إيه علشان نبايباس النوع دي يعني اكيد انت كتبته اصلا في سنه من السنين فقال لك اسهل حل هو استخدامك للداتابيز استخدامك للداتابيز كل ما تعرف تكتب الكود ده ولذلك قال لك بقى حاجه ظريفه جدا في الداتابيز الراجل ماسك الموبايل دي تاني مره اقول لك ما تمسكش الموبايل فيها المره اللي فاتت كان الاسبوع اللي فات ايوه سيب الموبايل انت عندك فيري امبورت واعمل اللي انت عاوزه تعالى اوكي ماشي طيب قال لك هنا اعملها لما لو تفتكروا كده اول تيبل عملته في حياتك في كورس الداتابيز كان اسمه يوزر تيبل صح واول حاجه النهارده لازم هتبقى عارفها يقينا ان اي يوزر في الدنيا لازم يكون عنده حاجه اسمها تايب اي دي What is type ID? Type ID is a foreign key. طبعا بقى انا يعني ده مش كورس داتابيز بس يعني انا بوضح لك شكلها بيبقى عامل ازاي في النهايه وبتبقى لامم هنا كل التايبس اللي في الدنيا. يعني عندي بقى ادمن مانجر مش عارف ايه فلو ظهر رول جديد هحطه في التيبل اللي اسمه تايب.
عاوز اقول ان اليوزر ده هو من النوع ده، هم جاي حاطط له هنا تايب 1 تايب 2 تايب 3 تايب 4 وتايب 1 2 3 4 دول هم موجودين في التيبل بتاع التايب. اذا علشان تقدر تتخلص من الشكل ده في الكود هتضطر تستراكشر الداتا بتاعتك بالمنظر ده في الداتابيس، علشان الكود بتاع يوزر لوجن تشيك هيز تايب، if his type is كذا اعمل كذا، if his type is كذا، بس يعني دي مش هتبقى بالمنظر ده، هنعمل لها هي كمان تعديل علشان برضو نستفيد. طبعا لو انا ما بعرفش database خالص، هفترض ان انت zero database knowledge، اعتبر دول text files. انت هتيجي هنا التكست فايل ده تحط فيه كل التايبس اللي في الدنيا، واحد admin، اثنين manager، ثلاثة accountant، اربعة HR، text file. واجي هنا عند اليوزر، اجي في اليوزر اقول اسمه احمد ومش عارف ايه كوما واحد كوما تقول التايب بتاعه هو ايه بس خلاص. لكن المنظر اللي انت شايفه قدامك ده هيحل لنا فيما بعد بلاوي، لان قبل المنظر ده كنت لازم اعمل تشينج في الكود. وهنا عاوزك بقى تفهم اللقطه دي كويس قوي. هنا هو الربط ما بين الكلام النظري اللي انت شايفه هنا ده، اللي هو لما بيجي هنا يقول لك ايه change avoidance where the software process include activities that can anticipate possible change. طب ما هو فعلا في الكود انا متاكد 100% ان انا هغير السطر ده، ده انا يعني اي كود ممكن تفتحه يقول لك اه السطر ده لازم هيتغير، زي ما فتحنا الكود بتاع الراجل الهندي كده وبمنتهى البساطه عم جاي مشاور لك على حته يقول لك الكود ده لازم هيتغير لان شفت الدبل كوتس. تمام، نفس القاعده دي لو انت بقى قعدت تجربها كذا مره، وهو ده الهدف الحقيقه بتاع الكورس دون، ان كل مره هنجرب فيها القاعده دي هنبتدي نعرف ان احنا مره في الثانيه في الثالثه لا هو الكود ده ما ينفعش يتكتب بالمنظر ده. كويس، نفس الكلام اهو، نفس الكود بتاع الراجل الهندي ده اللوجن بيج بتاعته، فزي ما انت شايف اللوجن بيج فيها شويه بي اتش بي، فيها شويه اللي هو جزء فيها شويه بي اتش بي وايف ستيت، وبعد كده فيها شويه HTML، وبعد كده جافا سكريبت وجي كويري. فبالتالي اللي عاوز اقوله لك يعني ان طبيعي جدا ان انا اول ما ابص للكود ده بمنتهى البساطه اقول طب انا ممكن اغير ال HTML ده، وارد ان ال H ده كله كده اخده كده ارميه في صفحه الزباله مش عاجبني واحط واحد تاني مكانه، فلو هضطر اجيب تيستر بيفهم بي اتش بي واس كيو ال عشان يعرف يكتب ال. طيب تعالوا احنا النهارده خدنا واحد من اهم الفاونديشنز بتاعه السوفت وير انجينيرنج ووتر فول، وده احنا قلنا هنستخدمه مع الحاجات اللي خدنا الانكريمنتال، وده كل ما هو نوت ووتر فول هو انكريمنتال موست بروبابلي لغايه لما نعرف الاسبوع الجاي بقيه البروسيس. نمبر احنا السوفت وير بروسيس واحده منهم بتعمل فيها ايه، وهاو تو كوب ويز تشينج اند ذيس از فيري امبورتنت. وخدنا رول لو سمحت you have to keep it by your heart, never write your code under double code because this is very important. ولازم حضرتك تبقى حاطط القاعده دي في دماغك مرارا وتكرارا يعني. اوكي طيب شكرا لك.